hi. אני רנם, content writer, interviewee. أنا نفس الموضوع مش مصدقة اللي حصل ده عشان أنا mainly بيطلع لي المسج blue screen والمسج دي يوميا وبعاني منها فمش مصدقة ممكن يبقى في حل بالبساطة دي إنه عادي one second يحصل كده و I can fix يعني كل ده فدي حاجة عظيمة والعظيم كمان إنه هو أنت مش هتقعد بقى يعني انستولينج البروجرامز بتاعتك من اول وجديد زي ما بيحصل كل مره لا لا الحاجه بتاعتك هترجع زي ما كانت ولا كان اي حاجه حصلت لو انت كابوس وخلص خلاص